فوالا هذا هو لو كيدز بلاس. انا غادي نحاول نصور لكم لي ديتاي لي بري كلشي دو ا جوسكا زد ان شاء الله. السلام عليكم، صباح الخير متتبعين ديالي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم مشتركش في القناه يشترك بيان سور الى عجبكم المحتوى. اليوم ان شاء الله انا كاين في طالبرشت وبالضبط البلاصه فين كاينه كافي كاراميل. غادي نوريكم واحد البلاصه سميتها كيدز بلايس تاع الدراري الصغار، يعني بالنسبه للناس اللي باغيين يجيبوا ولادهم يخليوهم عندهم يقابلوهم اليوم يلعبوا، عندهم بزاف الحوايج ما تزبيوش. خليوني غنوريكم كلشي في لا فيديو ان شاء الله. كاين سيتي كلوب ديال طالبرشت، بلاصينا هنايا وغندخلوا مع هاد الجهه باش نخرجوا لا بلاص البلاصه اللي كاينين فيها لي كافي. كتشوفوا دابا هادي هي لا بلاص اللي كاين فيها لي ريستوران لي كافي كراميل. كتجيو كدوزو من حدا سيتي كلوب من اللور، فوالا كدوزو من هنايا تو دغوا. كتجي نيشان 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 هما اللي كاينين لهيها. كي كتشوفوا دابا انا وصلت للكيدز بلاص، لي لونطري ديالو هي هادي فوالا، يعني كاين هنايا فلافان فوالا. هنايا كي كتشوفوا وصلت وعطاوني هادو باش غنديرهم على حساب الجديه غنلبسهم فوالا. فوالا هذا هو لو كيدز بلاص. انا غادي نحاول نصور لكم لي ديتاي لي بري كلشي دو ا جوسكا زد ان شاء الله. هانتوما بالنسبه للناس الموظفين، الناس اللي بايجو لهنا مشيت لكافي قهوه ويجيبوا ولادهم يحطوهم هنايا، راه سي بوسيبل، تقدروا تحطوهم تخلصوا بساعه ولا بنص نهار، ولا الا بغيتوا ديروا معاهم لابونمون اللي بغيتوا. بالنسبه للسباس عندهم صراحه زوين نقي، ها فين كيحطوا الناس الوليدات الصغار صناد لهم. ومن بعد هنايا راه كاينين الناس اللي مقابلينهم وكلشي. الاسباس صراحة كبير 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 كبير، وغادي نوريكم بزاف ديال الحوايج اللي كاينين عندهم. هنا كذلك كاين هذا، كاين عندهم كذلك لي بلاي ستيشن، عندهم هنايا لي واجب ولاداتو يخليهم فوالا، كاين عندهم كذلك لي بلاي ستيشن فوالا. هنايا سي لاسباس ديال البلاي، وهنايا عندهم البابي فود، عندهم يعني كلشي تقريبا كاين عندهم. وهنايا لي كور ديال التياتر، وهنايا لا كويزين تاع لي بيتي زونفون و اسباس انيفرسير. بالنسبه لهنايا كيكونوا لي كور ديال لا كويزين السبت والحد، يعني كيديروا الدراري الصغار لي كوكيز لي كاب كيك لي مادلين بزاف د الحوايج، يعني صراحه كيتعلموا. وبالنسبه للناس هما اللي بغاو يديروا هنا لي زانيفرسير راه عندهم اسباس انيفرسير فوالا فوالا. بالنسبه دابا الكيدز بلايس هادشي اللي كتشوفوا راه الدراري اللي مقادينو، يعني كيقادو تمايا في لاسباس اتوليي لي زاكتيفيتي مانيوال كيقادوه وكيتعلق هنايا. بالنسبه لهنايا سي لاسباس لي جيغ ياك، هنايا سي لاسباس مانيوال، هنايا عندهم هذا كذلك ديال الدراري الصغار. وبالنسبه هنايا عندهم البلاي والاكس بوكس، هنايا سي كلشي لاسباس لي جي، هنايا سي بوغ هادو لي كور دو تياتر، وهنايا سي سباس انيفرسير. بالنسبه لهنايا راه كيديروا حتى لي كور دو كويزين، لي كور دو كويزين تقريبا تيكونوا السبت والحد. وبالنسبه لي سباس انيفرسير صراحه انا لي بخي عجبوني عندهم. بالنسبه لي زانيفرسير راه دايرين 100 درهم بار بيرسون ياك، داخل فيها لا ديكوراسيون، داخل فيها يعني فيسيلا تم، يعني الكيسان طباسل لي سيرفيات. عندهم كذلك الكوتي ديالهم كوكيز لي كاب كيك لي ميني بيتزا صودا جول ما بوب كورن بونبون ولاتولي او بلوس الماكياج والانيماسيون، يعني هادشي ب 100 درهم، يعني نتوما كتجيبوا غير الكيك ديالكم. بالنسبه للبلايس الكيدز بلايس بالنسبه لي بري ديالهم هما هادو، راه تيحلو من 9 حتى ل 11 الليل. بالنسبه اللي بغى يجيب ولدو يخليه واحد ساعه على ما يقضي اغراضه ولا ما يمشي للسوق ولا شي حاجه راه 40 درهم. بالنسبه لثلاثه د السوايع راه 100 درهم، ولا بغيتي دومي جورني راه ب 120 درهم. وراه عندهم كذلك لي باس وداخل فيهم الكوتي ديال الدري، يعني اون سيمين ب 500 درهم، دو سيمين
يعني صراحه مزيان الناس المعاكيز ولا العيالات اللي باغيين ينعسوا باغيين يحطوا وليداتهم، راه هاد البلاصه راه صراحه مزيانه يعني عجبتني صراحه بزاف. وراه عندهم لي زاكتيفيتي، عندهم اساتذه كذلك كيقراوهم لونجلي، بزاف د الحوايج يعني كاين ما يدار.